صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. إلى متى هذه المهازل وهذه المسخرة من أشخاص يستغلون القانون ويستغلون النفوذ من أجل محاربة المسيحيين والاستقصاء بهم؟ ونحن في دولة بها مواطنة حقيقية، نحن في مواطنة شريفة، كلنا إخوة، لا فرق بين مسيحي أو مسلم أو مسلم أو مسيحي. ومع كل التبريرات التي يبررها الآخرون، إلا أننا أيضا نرفض ما يقال على إخوتنا المسلمين. ولكن الكنيسة القبطية المسيحية تستغيث من الاستيلاء على أرضهم التي يمتلكونها، وهي وقف لهم، وتناشد الأمن المدعو سعيد حجازي يثير الفتنة. ناشدت الكنيسة القبطية بإبراشية الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهات الأمنية التدخل لوقف محاولة إثارة الفتنة بعد الاستيلاء أشخاص على أرض وقف تابعة لكنيسة الشهيد ماري جرجس مركز هيما أو هي الزقازيق الشرقية. وقال كاهن الكنيسة إن شخص يدعو عماد الدين حجازي وشهرته سعيد حجازي وهو ليس من هي وقام باغتصاب أرض الكنيسة أوقاف ملك كنيسة هي 3 أفدنة مسجلين باسم أسقف الشرقية الأنبا مقار ولا مسجلات الحيازة باسمه أيضا. وتابع الكاهن تم الاستيلاء على الأرض الزراعية وتجريف تربتها من قبل المدعو سعيد حجازي المدعو ملكيته للأرض. وناشد الكاهن مؤسسات الدولة لحماية أرضه حتى انتهاء الحكم بالقضية. كما ناشد نواب ومجلس النواب التدخل لمنع إثارة الفتنة، لا سيما أن هذا الشخص أحضر بعض المسجلين لوضع يدهم على الأرض، ومنهم من سبق وقام بقتل مسيحي منذ سنوات. وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على حماية أوقاف الكنائس وعدم المساس بها، وأن قيام هؤلاء الأشخاص بالاستيلاء على أوقاف الكنيسة سبب حالة غضب الأقباط المسيحيين لهذه المنطقة. من جانب آخر، تواصل بعض أقباط بمركزه للإفادة أيضا باستيلاء نفس الشخص على أراضي ورث لهم لعائلة قبطية. سوف نكشف التفاصيل بالإضافة لوقف الكنيسة، وسوف نفتح هذا الملف بالمستندات خلال الأيام القادمة. انظروا أيضا أبكم ينطق القرآن فقط، ولكن منتصر لعمر الليسي مجتمعنا مش ناقص غيبوبة ونفى للمنهج العلمي واختيال للتفكير الحالة خرس نفسي. يا حبيبي، علق المفكر والطبيب خالد منتصر على استضافة الإعلامي عمرو الليسي خلال برنامجه واحد من الناس، شخص وقال إنه فقد النطق بأي كلام إلا القرآن. وكتب منتصر عبر حسابه على الفيسبوك: إصابة الخرس ولا ينطق إلا بالقرآن، هل هي معجزة؟ عزيزي الدكتور عمرو الليسي المحترم، لماذا الإصرار على تقديم مثل تلك الحالات على إنها معجزات؟ مجتمعنا مش ناقص غيبوبة ونفي للمنهج العلمي واغتيال للتفكير يا عزيزي. وطننا المليان وغلابة وأمين، عايز ومحتاج منك نشر التفكير العلمي وتعريفه بالعلماء اللي يجدوا. ولو عايز تقدم الحالة دي قدمها على إنها مرض نفسي، وتحاول ونحاول معاك نوصل للتفسير، لكن ده لا هو معجزة ولا رؤية إيمونية حلزونية ولا كل هذا الكلام اللي يعيده تماما عن المنطق والذي قيل وتردد بكل يقين. للأسف شاب بقى أخرس ولا ينطق إلا بالقرآن. الشاب ده عنده ضعف سمع منذ صغره ومركب سماعة، ومن عيلة سلفية جدا زي ما هو ظاهر وواضح. الحالة ليها أكثر من تفسير، ومنهم تفسير متواضع أقدمه وممكن يضيف عليه أساتذتنا في الطب النفسي اللي مؤمنين بالعلم واللي عارفين ان زمان كانت حالات الشيزوفرينيا والهلاوس بيرجعوها الناس للجن والشياطين، وكان مريض الصرع بيتضرب ضرب مبرح، ولم ينفذ هؤلاء المرضى الا العلم، ولسه
هيتم ليهم العون والمساعدة. الحالة حالة في حالات من حالات الخرس النفسي أو الحبسة. المريض ده ممكن جدا تكون عنده مشكلة كبيرة وملقاش طريقة إلا إنه يشتت المشكلة دي بالخرس، وإنه ما يتكلمش على فكرة، هو ما بيمثلش خالص، ولكنه بيعمل ده لا شعوريا من أجل البريمري جين، وممكن هناك ما يسمى بالسكندري جين، وهو إنه كان مهمل في عيلته عشان يستحوذ على اهتمامهم، يبقى صاحب معجزة وروحاني، وهو أطربي اتربى واتزرع فيه من كل صغره إن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي من المفروض أن يقرأه فقط، ولا كتاب غيره أو كلام. ترسخ في اللاشعور هذا اليقين، وصار هو وسيلة جذب الاهتمام. هذه محاولة غموض، وأيضا لكن بالمنطق العلمي، وهذا هو تفسير المتواضع، واللي ممكن يطلع لتفسير أفضل منه، بس في إطار العلم والمنطق مش المعجزات والخرافات. تحياتي عزيزي دكتور عمرو الريسي، ابن الراجل اللي أنتج لنا أجمل دراما ارتقت بعقولنا وغسلت أرواحنا. على فكرة ممكن علاجه بمضادات اكتئاب وعلاجات نفسية وجلسات تفريغ نفسي. وكذلك بعد معرفة التاريخ النفسي والأسري بالتفصيل، شيروا لإنقاذ هذا العقل المصري. لماذا دائما تحاولون أن تجعلوا من مصر غلطة قوية؟ أحبائي وأعزائي، مصر العظيمة، مصر القوية، مهما حاول الكثير إنه يحاول يلعب بمشاعر المصريين من مسيحيين ومسلمين، إلا مصرنا الحبيبة، مصر القوية دائما، التي يسعى مواطنيها إلى الحل. ونطلب من الله أن يرفع عنا الغلاء والوباء، وأن يرتقي بوطننا الحبيبة، وأن يقف بجانب رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. كل الشكر وكل التقدير لكل محبي إخواتنا المسلمين. أشكركم على تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة، وهوريكم إحنا وصلنا لحد فين. كلام هزيل وكلام رقيع من بعض الأشخاص، إلا إننا في مصرنا الحبيبة هنفضل طول عمرنا بنفضل ونقول ونتكلم، ونفضل نقف ضد هؤلاء الخرافات وضد العقول السفيهة اللي بتحاول دائما إنها تعكر من صفو المواطنين المصريين. لكن أنا بأكد وبقول، مصر هي أمي، مصر هي الدنيا، وأعظم مصر أم العالم كله. مع كل تحياتي وكل تقدير وحب ليكم، أتمنى لكم كل الخير والسعادة، ويا رب تكونوا بأحسن خير وأحسن سعادة. ما تنسوش دايما ودائما إن إحنا في بلد عظيمة، بلدنا مصر. كل الشكر والتقدير ليكم. سلام الرب يكون معكم. آمين.